شو شو تمام المطرح ايه حبيت حلو حلو ايه ما عرفناكم شاب صاحبنا جديد هاي اهلا وسهلا فيك ليك هون بدك تلتزم لانه في عنا هون مدرب جاي خصوصي هذا من اليابان هيدا ما فيك تغلط معه يعني شرس كثير بس مهضوم وحبوب هلا شوف لذيذ هلا معرفك عليه يعني نطلع لعيب كاراتيه شو احكي لك هيدا بيقولوا له الماستر تعليمات تبعونه بدك تمشيها بحذافيرك اوكي بس زمان ما هلا ما بقى حدا يحكي هلا خلص قوس 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 تحية تحية قوس تحية قوس لحظة ما يبلش لا 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 عم بقول له مرحبا عم بعرف بونجور عم بعرفه عليه عيب يا زيد قال لي جدي هيا سيدي يا سلام حلاوه حلاوه عم بقول حلاوه قال حلاوه 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 بدي ارجع اعزمهم يعني هلا الصنايع دي الصنايع عيب جدي هلا يا بيعتون يعني زورني طيب لا لا بدي اعرف عليك اكثر لشوف وضعك قد ايه تفضل تفضل هون جينا تفضل هلا شباب بص أوس أوس شو أوس هبا أوس زال 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 سوري أوس أنا سنة يا جدي صار دي أصل جامي كسر جامي كل شيء برنا عيونه في البرنا عم يعمل هيك لا رح أشرحك وعم بقول إنه اليوم هنتعرف على ضربة جديدة اسمها مخلب النمر إيش يا لطيف يا ساتر يا رب هيدا حيطير هيقته لما بفيق قولوا له هيدي اللقطه اسمها كاشيما جاواغوتشي شلو 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 احملي معي من هيدا شو قصته ما في الا انا طيب هون بالدار بس ما تعصب روح بعدنا برحق مين قتلك قال يا صلي يا حط الشراب طاكيو تاماكوزي ايه اليوم بدي يعلمنا على ضرب جديد اسمها عقصة الافعى شو قصته ما في الا المورة وافاعي هو كمان حرام واو لما بفيق قولوا له هيدا اللقطة اسمها تاكويو يا ماكوشي شيلو يلا شيلو شيلو احملي معي احملي معي شيلو عندين حصلوا عم يتجولق فينا مبين شو هالقصة لا لا هيدي اليوم لقطة جديدة كتير حلوة عم بقول بتجنن اسمها غضب التنين واو هيدي غضب التنين حلوة غضب التنين نعم ايوه شو هيدا خلص هيك طار انتبهوها يا ساتر يا رب لما في قولوا له هيدي اللقطة اسمها كازوتشي ناكامورا شنو غايب منه هون شو ما نقله كيف نقله غايب خلاص انا بشرح له بشرح له جبني قصد عديد منه جديد جديد تطير تسلل شو نقله انه غايب يعني قلنا انه غايب شرحت له غير قص قص يلا يلا قص قص هاي مش عملت يا مجنون هيدا الماستر اي ماستر ماسترك ماسترين انت كمان بس في قولوا له هذه اسمها تربيعه سكسوين 13 سنه كسر سيارات انا قطيع اللي تقطعه من بين المدربين حاطط نقره من نقره ما مخلى حي وما مخلى نمر وما مخلى افعى العمى بقلبكم عمي واحد يقول للثاني شيلوه